وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: ولا يشفعون، يعني الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم.